شقة 4 غرف دوبلكس، مساحة 192 متر. عندي هنا ده المدخل زي ما انتم شايفين، عندي هنا دي غرفة، عندي هنا المطبخ ودي الصالة، وعندي هنا حمام. الحمام حاطين فيه شاور. هبدأ الأول بالمطبخ. عندي هنا ده المطبخ، عندي هنا دي بلكونة، دي بصة من الخلف. الإطالة بتاعتنا الرئيسية إطالة البحر والمدينة، الإطالة الناحية التانية هنشوفها دلوقتي من خلال الصالة. هاجي بعد كده عندي دي الصالة، عندي هنا بلكونة، في بلكونة فوق تراس كبير. بس مساحة البلكونة دي مساحتها كبيرة حلوة. هناك عندي دي طلة البحر، هنا شكل المبنى نفس المبنى اللي أنا فيه بالظبط. دي طلة الجبال. طبعا الشقة لو بتشوفوها على الطبيعة أحلى كتير من التليفون، تبين الإطالة أكتر. ده هنا ده الحمام. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. عندنا في الطابق اللي فوق 3 غرف معاهم 2 حمام، منهم واحد ماستر وتراس. كده أنا في الطابق التاني اللي فوق، عندي دي غرفة فيها شباك، عندي هنا دي غرفة تانية فيها شباك مطلة على الجبال. هاجي بعد كده ده الحمام يخدم الغرفتين. هاجي بعد كده الغرفة الماستر فيها الحمام. هنا بقيت الغرفة فيها تراس. التراس اللي أنا فيه هو دوت نفس التراس اللي قدامنا ده كده بالظبط. وبالمناسبة الشقة اللي قدامنا دي برضو معروضة للبيع. دي شكلها دي برضو كده للبيع. دي عندي طلة البحر والجبال.